السلام عليكم، انا وجد الدباس من الاردن، اشتغل بالعلاقات العامه من مصنع الاتحاد للكيماويات بالاضافه للاتحاد من 3 سنين تقريبا. طبعا الكل بيعرف طبيعه شغلنا بالعلاقات العامه بالمصنع هنا بالذات بالانكاد وبوزاره الاقتصاد، وبالنسبه للاتحاد بوزاره العمل والجوازات، كل الشغلات اللي تتطلب منا من إدارة ومن صف نقوم بها على أكمل وجه. إحنا بنشكر إدارة المصنع وإدارة الاتحاد على رأسهم السيد عامر قاقيش الرئيس التنفيذي، السيد نضال الخطيب مدير المصنع على هذه الجائزة، وإن شاء الله دائما تكون ثقتهم فينا أكثر من هيك، دائما نكون عند حسن ظنهم.